طب مدام اميره فين؟ يا مدام اميره، يا لهوي على مدام اميره، يا كبد على مدام اميره. ده في ايه يعني؟ مدام اميره تبعتها في فرقتش خدها. ليه يعني ده كلها اسبوع وجاي؟ الله مش جوزها حته منها، بقول لك منهاره منهاره من العياط. ربنا يسترها على مدام اميره يا رب. سافر حبيبي سافر. الحمد لله. صبري انت مش هتخرج بره شغلانتين، يا بتاع امن يا بواب. ميرسي يا مدام. والله ما تنفع غير كده. ميرسي. كملي يا تعالي. ايوه يا مدام اميره. ايوه تعالي يا سناء. نعم يا مدام اميره. تعالي يا حبايبي، انا بفكر احط كميليا مكان سناء في خدمه الغرف، واحط سناء مكان كميليا في موظفه الاستقبال. حلاوتك يا كميليا في خدمه الغرف. لا ثانيه واحده بقى، انت ازاي سناء زعافه تبقى ريسبشنست؟ ما ينفعش يا مدام اميره. ايوه انت مشكلتك في ايه يا كيميليا؟ ازاي الايد دي تكنس
اسمي ايه؟ انجلش. خلاص اكنسي من الشمال لليمين. مدام اميره، مستر اكرم يعرف بالتغييرات دي؟ مستر اكرم جوزي الكوشو؟ كوكو. كوكو مستر كوكو مسافر يا روحي، وانا هنا خلاص بقيت الكل في الكل. تمام يا مدام اميره، تمام. يلا واقفه ليه؟ اتفضلي روحي على شغلك. شغلي اهو. لا انت بتنزلي يا كيميليا. الله، انت من دلوقتي بقيتي هاوس كيبنج. نضفي يا كيميليا. هاوس كيبنج. صحي يا كيميليا. هاوس كيبنج. صعبي يا كيميليا. هاوس كيبنج. والله يعني انا سأفولهم يا اولاد. شكرا شكرا يا عم محمد، ميرسي يا عم محي، احلى سلام والله ليكم. سناء حاضر. خلاص انا لازم عيناكي جديد، موظفه استقبال. الله، عايزاك تبقي قدها. انا قدها يا مدام اميره. كده انت قدها؟ اه. طب وريني، طيب تفهمي ايه يا سناء عن الريسبشنست؟ حضرتك احنا بنمسح المكتب كويس قوي، بنخليه بيبرق زي القمر. برافو. وايه كمان؟ والكرسي بنخليه زي الفل. اه، هو ده ريسبشنست. ها؟ طبعا. هو ده الريسبشنست. تعالي بقى هنا. تعالي. موظفه استقبال يا سناء، تعرفي ايه عنها؟ اه سهله. أنا أول ما بشوف مستر أكرم أقول له صباح الخير يا كوكو. هو العيب في المسمى الوظيفي. هما أول ما بيفهموا كوكو. غوري البسي لبس يليق بموظفة استقبال عشان أنا عايزة أثبتك. هبهرك. عايزة أمشي كيميليا. حاضر، هبهرك. اتفضلي. بعد إذنك. شال. وي مدام. يلا دولفين بينات. تعالى. تعالى يا شال. ايوه. انا مبسوطه وسعيده. وانا كمان. انت كمان ليه؟ عشان انت مبسوطه وسعيده. يا سلام. بص بص، شايف شال بموت فيه وهو بيطبل لي والله. قول لي يا شال. أيوة. انا نفسي مفتوحه خالص، عايزه كل الاكل اللي عندك. عيوني. عايزه تاكلي ايه؟ انت عندك ايه؟ بصي انا النهارده ممكن يا مدام اميره، عشان انت سعيده جدا جدا النهارده، ممكن اعمل لك النهارده مثلا شويه باستا بصوص الهالبينو. باستا؟ انت تعملي باستا انا؟ ما باستا. باستا يا شيف ايه؟ ها حد هياكل سلالم؟ لم نفسك يا صبري. باستا. اللي باستا، انت كده فهمت الباستا يعني؟ هاكل سلالم الجودزيلا؟ في ايه؟ يا زفت التين انت كمان. قلت كلامي اتعقل. ام سوري. شوفي انت عايزه تاكلي ايه؟ امكس لك الاكل. يا شال انت مش فاهم، اكرم طول ما انا متجوزاه فاكر ان انا بعمل دايت. يا حرام، طب اخس لبره ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش عارف والله. نفسي مفتوحه. عينيا، ممكن اعمل لك مثلا ميكس في الاكل؟ قولي اللي انت عايزاه وانا اعمله لك. حلو قوي الميكس اللي في الاكل. اعمل لي بطه محشيه كشري. بطه محشيه كشري. ديك رومي احشيهولي فول وفلافل وبتنجان مخلل. اوكي. يلا. يس. يلا يا شيخ بقى، روح بقى يلا. ثواني ثواني، والاكل يكون جاهز.